أنا باعتقادي موضوع الطرق لا يمكن تلقى في أي دولة بالعالم أزمتها الأولى الطرق أو الشوارع أو الآخر من أمور. أي دولة بالعالم تلقى أول ملف لها التعليم، كل دول العالم، خطاب رؤساء الدول، برامجهم الانتخابية لإعادة انتخابهم مرة أخرى يكون التعليم أو الصحة أو السكن المسكن. اليوم بالكويت للأسف القضية الأولى صايرة عند الشعب الكويتي هي الطرق، وهذا أمر يعطيك شعور أن المواطن الكويتي أصبح يعني يطمح للأدنى. المفروض أن هذا ملف مفروض خاص يعني منتهي منه. اليوم طموح الشعب الكويتي الأدنى أن الطرق تكون زين بس فقط لا غير. فملف الشوارع وملف الطرق هذا ملف يعني للأسف كأنه يعني مفتعل، وهو مفتعل من خلال المقاولين. واحد يقول شنو شو دخل المقاول الموضوع؟ المقاول اليوم يبي يضمن كل سنة في مناقصات. فإن كانت الشرع ممتازة وكانت الطرق يعني الشوارع ممتازة والطرق ممتازة، بالأخير هو ما راح يضمن مناقصات تستمر. فأنا باعتقادي المقاول هو الأزمة الحقيقية ونفوذه في داخل قرار الوزارة بالأخص وزارة الأشغال وتنفذه هو السبب لنا هذه المشكلة أو هذه المعضلة الحقيقية. أيضا المهندسين، المهندس اليوم شنو دوره في تسليم المشروع؟ أن تم الانتهاء من المشروع حسب الشروط المتفق عليها، فهني في خلل آخر داخل بيت الوزارة. إحنا اليوم ما نقول بس المقاول، نقول المقاول أصبح يعني صوته أعلى من خلال يعني الإغراءات اللي يقدمها، ومن ثم بعض المهندسين يعني ما قاعد يسلمون المشروع حسب الاتفاق اللي تم عليه، وهني صار الخلل. لذلك احنا شنو نبي؟ نبي من دور المهندس انه يتاكد من الماده من صلاحيتها قبل ان تسلم للمقاول، ومن ثم يتم الارصفه فيها.